الإمام يملي من كتاب المساجد ومواضع الصلاة خامس كتب صحيح مسلم. حدثني علي بن حجر السعدي، أخبرنا علي بن مسهر، حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة. السدة هي فناء الجامع. فإذا قرأت السجدة سجد، فقلت له: يا أبتي، أتسجد في الطريق؟ قال: إني سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم عن سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة. وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن شيوخه عن جندب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، إني أنهاكم عن ذلك. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. الأحاديث الثلاثة تبين لنا أن الأرض مسجد وطهور، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة، وأنه صلى الله عليه وسلم نهانا عن اتخاذ القبور مساجد حتى لا يفتتن الناس بصاحب القبر فيؤدي ذلك إلى الكفر كما حدث مع أمم خلت. أشكر لك يا أم مسلم أن أتحت لي فرصة الاستماع للإمام، وأرجو أن تذكريني عنده. سأذكر له أنك رافضة لخالد فقط، وأنك تطلبين أن يكف عن مضايقتك حتى يتقدم لك من يفضلك. نعم، فهذا ما أقصد. يا له من أسلوب! معنى هذا أنك توافقين لو طلبتك لابني؟ أوافق إن لم يهدم هذا بيتا قائما. سيهدمه تماما، وأقسم على هذا. لا 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 لا،
لا أوافق على ذلك، هي فقط رغبتي في أن نتآخر. لن أغضبك يا أم الحسين. السلام عليكم. في أمان الله. سيقول الناس إنك امرأة شديدة الطمع. أنا؟ تحاولين تزويجها لابنك لثروتها ولثروة الأيتام ابنيها من عمر الموظفة في تجارتكم. أعني أنا وعن الإمام يقال هذا؟ ومن من؟ منك أنت التي عاشت في بيتي طوال هذه السنين؟ إنك تحاربينني بأية طريقة، تتبعين زوجي لتطليقه، تنتقين له الزوجات. أنت التي تحارب نفسها وتنشر في طريقها الأشواك، تقفين من زوجك وجهاده موقف العداء. أنا أكرر لك ألفاظك فتتذكري؟ لست بالتي تجيد اختيار اللفظ، فما كان أبي رجل علم ولا أمي حافظة. جئت من بيت فيه قاعة للحيوانات لا قاعة للكتب. الجاهل يتعلم، أما أنت فللعلم رافضة وتسمينه مضغ كلام. كفي عن دفعه للزواج. هذا حقه، إن أراد استخدامه فليفعل. هذا لأني طلبت منه أن يهتم بالمال والتجارة. لما يخرج من التجارة ينفق على الورق وعلى جلساته مع الناس. هل رأى أحد معلما يطعم من يعلمه؟ إن المعلم يتقاضى أجرا، أما هو فينفق، يعطي طلاب العلم من مالنا. احمد الله على ما أنت فيه. كان يمكن أن ينتهز فرصة قدوم الناس إلى نيسابور ليبيع ويشتري. لقد حضر الناس بهذه الكثافة يا أم الحسين ليستمعوا إلي. جاءوا للإمام الحافظ ولم يحضروا لمسلم التاجر. وأولاده، ما مصير أولاد العالم يوم يموت؟ كاد الغزال يكونها لولا الوشى ونشوز قرنه. هل أسعدك هكذا أن ألمحت أم مسلم برغبتها في تزويجك منه؟ ألا يسعد المرأة أن تكون مرغوبة ومن مثل الإمام؟ لكنك كنت رافضة لأسلوبه في الحياة، ترين اهتمامه بعلمه مشاركة لك فيه. لم يكن قد أصبح بعلمه ما أصبح فيه الآن. إن الناس تسعى لنيسابور لتسمعه وتلقاه. التجارة ازدهرت، إيجار العقارات ارتفع، الحياة دبت في بلدة كاد واليها أن يقتلها. كل هذا لأن مسلما هنا. نعم نعم. وهو بعد في الثلاثين. إن مسلم بن الحجاج سيكون له شأن عظيم، ولا تغفل عن هذا إلا الغبية. تغيرت يا مولاتي. لأنه برز فأصبح قبلة الناس فغيرنا. ألن تحاولي تغييره؟ وهل يستطيع مخلوق تغييره؟ أريد أن أدعو الإمام لبلدنا ليقضي بعض الوقت في ضيافتي، فنسمع منه ونحفظ عنه. لن يغادر الإمام نيسابور حاليا. ولماذا؟ أسباب وأسباب. يمكن أن نرتب أمر زيارته لبلدكم فيما بعد. جئت أهنئ يا مولاتي. أشكرك. أرجو أن تعيدي بسرعة لقلعة سيحون بهاءها ورونقها. سنعيد تأسيسها. لست أقصد التأثير، فهذا مبذول في وقت آخر. إنما أقصد أن تعود النار لمعبدها في القلعة بعدما انطفأت. النار؟ لا، هذا لن يحدث أبدا. كيف؟ لن يقبل المسلمون بهذا. لا يفرض المسلمون على غيرهم أن يتخلوا عن آلهتهم. ماردة، هذه قلعة هرثمة وهرثمة مسلم،
يجب أن يذهب هرثمة، فقد أدى دوره المطلوب وأعاد لك ملكك. أنت الآن الآمرة هنا، الملكة. إن لنا ثأرا، إن لنا ثارات، ولكننا لا نبدأ بمن تكون نهايته قضاء علينا. أمدركة لما أقول؟ إن خططك بحاجة لإعادة النظر، فلم تعطي شيئا يا ماردة. أما خطتي فقد أعطى ثمنها جسدك. وهل أعطي ما لا أريد؟ غدير، عندك ضيفة. تعال. تحجب يا امرأة. لا نتحجب يا أمير. ألست مسلمة؟ لا يا سيدي، وكانت ستذهب. ستعرف أني ذات قوة وسلطان هنا يا أمير. أعلمي أني لن أترك في هذا المكان إلا أهل الكتاب، أما المشركون فليس لهم إلا السيف. بيننا وبين الخليفة عهد ألا يطغى رجاله على ديننا ولا ما نعبد. هل مقالته صحيح؟ أعطي إيتاخ شيئا كهذا، لكن إيتاخ ذهب مع الذاهبين. وهل من الصالح تغيير ما أعطى في هذا الوقت؟ نحترم المواثيق ونعمل بالحكمة والموعظة الحسنة طالما لم يخرجوا على الميثاق، فإن خرجوا حملنا عليهم بالسيف. ألا تترك لي فرصة ألقى فيها رؤوس الناس وأرتب الأمور هنا؟ سأفعل هذا بنفسي يا امرأة، وسأخذ بنصيحتك، فهذه بلدك وأنت أدرى بعادات وتقاليد أهلها. لماذا لا تدعو مسلما لزيارتك ويقيم معنا هنا بعض الوقت، يحاول فيه بما أوتي من علم أن يعلم الناس الدين الحق؟ لم لا؟ إن هذا ميدانه. ولعله سيكون مدفنا. يا خالد، أخبر مروان بأننا سنزور بلده ونزور كل بلد تطلب العلم إن شاء الله. متى يا إمام؟ في القريب إن شاء الله. أنت تعلم أن الناس هنا في نيسابور قد طلبوا مني أن ألزمها بعض الوقت. يتابع أبو الحسين مسلم بن الحجاج الإملاء من كتاب المساجد. بسم الله توكلنا على الله. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا نهي عن الكلام أثناء الصلاة لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العظيم. إنها لا تستحي، تأتي كل يوم مدعية أنها تسعى للسماع، تحاول أن تضع نفسها في طريقي بأية كيفية. هذا لأن أم مسلم تسهل لها الأمر، تحاول هي الأخرى أن تزوجها له، وكأني لا شيء، وكأني غير موجودة بالمرة. يجب وضع حد لهذا كله، ولكن كيف؟ كيف؟
عن حرملة بن يحيى عن شيوخه عن عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حزيفة وأتوني بأنبجانية، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. هذا يعني أن كل ما يشغل المصلي عن صلاته مكروه ولو كان وشيا بثوب. وعن عمرو الناقد عن شيوخه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. إذا وضع الطعام نأكل أولا ثم نصلي، نتفرغ للصلاة ولا نقوم لها والفؤاد مشغول بأمر الطعام. الصلاة تفرغ تام وخشوع كامل وقنوت لله تبارك وتعالى. حدثنا محمد بن المثنى عن شيوخه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. المسجد طيب ولا تكون به إلا كل ريح طيبة، وبالتالي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ما كانت ريحه كريهة قبل إتيان المسجد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شيوخه عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. المساجد بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى وللصلاة والعلم والمذاكرة في الخير، ومن انشغل في المسجد بغير الدين أخطأ. أين هو؟ ذهب إلى نيسابور ليحضر مسلما ابن الحجاج. هنا؟ نعم، وسأجعله يجوس خلال دياركم يدعوكم للدين، سيقضي معكم وقتا لتعليمكم. يعلمنا؟ نعم، وسيأكل من طعامكم ويشرب من شرابكم. فهل سيظل فشلكم تاما في القضاء علي؟ سندفنه حيث صال عمه وجال ذبحا وتقتيلا في أهلنا. مروة، أين كنتم؟ كنا في دار الإمام مسلم نسمع شرحه معكم. أتذهب مولاتك إلى هناك؟ تذهب يوميا، وثمة تفاهم بينها وبين أم مسلم. فهم وتفاهم، أهذا هو السبب إذن؟ أتتخذه هو دون الدنيا كلها منافسا لي؟ لماذا أجبته عندما نادى؟ لو لم أجبه لصار خلفنا.
ولماذا حدثته عما دار بين أم مسلم وبيني؟ سيعلم، لن يظل الأمر خافيا، فليعلم منا إذن، وبيدي لا بيد عمرو. إن ما دار بيننا أحاديث نساء لم يصل بعد للتأكيد. لعل حديثي معه يثير انفعالات تجعل الناس تهتم بنا. هل وصلت بثينة بنت هرثمة التميمي إلى الحد الذي يجعلها تفتعل ما يجعل الرجال يهتمون بها ويتزوجونها؟ هل أنا عاطلة من جمال ومال وحسب؟ مولاتي، إنك تحاولين مع نجم صاعد في سماء النور. اليوم مسلم بن الحجاج إمام نيسابور، وغدا يعقد له المشرقان الإمامة. إن علومه ودروسه واستهلاك المحيطين به لا يتحملها إلا ثري، وثروتي تمكن له هذا، بل وتضيف لنبل علمه نبل النسب. نعم نعم بالتأكيد. وأنا لست بالعاطلة الجمال ولا بالضحلة الأنوثة، أنا يا جارية أجمل جميلات نيسابور. يقولون عني إني أجعل الرجل ينسى ذاته، ما تعلق بي أحدهم إلا ونسي كل حياته وأهدافه، وصرت أنا كل هدفه. لا جدال في هذا يا مولاتي ولا نقاش، ولكن الإمام حتى الآن لم يهتم. ألا نثيره؟ يكفي أن تقول له أمه إنها سألتني إن كنت أرضى به وإني رضيت. إن لم يجذبه ذلك كان بلا عقل ولا قلب، وما أظنه كذلك. يا إمام، سجد إمام مسجد نيسابور في قراءة إذا السماء انشقت، فهل سجدته صحيحة؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شيوخه عن أبي هريرة قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وسجود السهو ما كيفيته؟ حدثنا يحيى بن يحيى عن شيوخه عن عبد الله بن بحينة قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. قبل التسليم؟ وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن شيوخه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فلما سلم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين. وحدثنا أيضا أبو بكر بن أبي شيبة عن شيوخه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. أهذا في الزيادة أو النقصان؟ حدثني القاسم بن زكريا عن شيوخه عن عبد الله قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما زاد أو نقص. قال إبراهيم: ويم الله ما جاء ذاك إلا من قبلي. قال: فقلنا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: لا. قال: فقلنا له الذي صنع؟ فقال: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. قال: ثم سجد سجدتين. أتبحث عن أحد؟ عمن تبحث يا إمام؟ أيمكن هذا؟ أجوز؟ من هو؟ مسلم بن الحجاج، الصديق، رفيق الدرس والعمر،
ينافسني في هواها؟ السنة كل هواه ينافس فيها المتنافسين. لا، مسلم ينافسني في طلب الزواج من أم عمرو بثينة بنت هرثمة التميمي زوجتي السابقة، ينافسني في هواها ويعلم أني لم أنساها أبدا، وأنها ظلت دقات القلب لم تغادره، يعلم أنها عمري وأنفاس حياتي. من قال لك إنه يطلبها؟ جاريتها. أهي الثقة؟ ولما تكذب؟ وإن جريت الظن فكذبتها، يقف رفض بثينة لخطبتي دليلا على صدق المقولة. امرأة ترفضك ولا تقبل لك خطبة وتعاتب من يطلبها، من سبب الرفض؟ من أغراها بالزواج فرغبت عن خطبتي؟ أبو الحسين مسلم بن الحجاج لا يغري النساء، إنها ترفضك لأنها لا تريدك. أقالت لك هذا أم أنك تتنبأ؟ كان مسلم على سفر عندما رفضتك وظلت على الرفض لا تلين. لا تغالط، إن مسلما موجود منذ بات عنها زوجها، موجود وصيا وقيما ومتصرفا في كل أموالها، موجود حتى وإن رحل. من يلوم رجلا إن كانت المرأة تريده؟ لا تدافع عنه وتلتمس الأعذار. كيف يتقدم لها بعدما ضيعت من أجلها العمر والزوجة والمال؟ ألم يكتفي بأن نافسني في العلم وفاز؟ العلم هناك يا خالد، اذهب وخذ، ويظل العلم كنزا بكرا لم يناله مغترف وإن شقت منه البحور. لا تجلس هنا في الخان تندب فشلك في العلم والحب، فالدنيا لا تعطي الفاشلين. كيف أجلس منه في مقعد التلميذ وأنا أعلم أنه يعتدي علي ويأخذها مني؟ حتى هذه مردود عليها، ليس مسلم وحده في نيسابور، فيها ابن يحيى الذهلي. لا تغالطني وأغالطك، ليس في دنيا الإسلام اليوم من يفوق مسلما. ألم يقل إسحاق بن راهوي عندما سمع، أي رجل هذا؟ أترهن الدنيا من أجل امرأة تطلب غيرك وتتعلل بأسباب من نسج خيالك؟ هل صليت يا بني؟ لقد نسيت يا أبي. لا عليك، صلي عندما تتذكر. عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. ماذا فعلت أم مسلم بعد هذه التنميحات؟ لا شيء. هل سألت مولاتك إن كانت توافق على الزواج من مسلم؟ وبعد أن أعلنت موافقتها، ألم تتخذ أم مسلم خطوة تالية؟ بلى يا مولاي. عجيب، أكانت جادة فيما تقول أم هزلة؟ إن أم مسلم لا تعرف الهزل. وبعد ماذا جد؟ إن أم عمرو كما تصفين يا أمي سيدة فاضلة ذات مال وجمال ونسب وحسب، فهي مطلب كل رجل. فأنت توافق؟ أنا لم أعلن بعد موافقتي، فزواجي منها لابد وأن يخضع لشروط. أية شروط يا مسلم؟ هل توافق أم الحسين أم لا؟ أيمكنها أن تحرم ما أحله الله؟ وهل يوافق صديقي خالد؟ أنت تلتزم ما لا يلزم يا مسلم. هنالك نقطة أخرى أيضا يا أمي، أنا القيم على أموالي ولديها القصر، وأموالها في تجارتي.
وهذا أدعى لأن تتزوجها. هذا أدعى لأن أرفض الزواج منها. أحمي نفسي من الشبهة وأبتعد عن المظنة. كأنك تخشى الزواج. أنا لا أخشى الزواج يا أمي، ولكني رجل أعطى وقته وجهده للعلم، ولا علم بلا ترحال كما تعرفين، وأخشى أن هذه الرحلات تظلم امرأتي كثيرا، فكيف أقتسم الوقت القليل بين امرأتين؟ على أني أوافق أن أشتري جارية أو أكثر تساعدكما في البيت إن كان البيت يرهق أم الحسين وتعجز عنه. لم أشكو لأحد، ولا أقبل أن يشاركني أحد في زوجي. أنا رافضة، رافضة لما تحاوله أمك. سعيد بعودتك لطريق العلم يا خالد بن سعد. أملي ولا تضيع الوقت. لا تكن جافا يا أخي واسمع. إن أبا الحسين مسلم بن الحجاج إمام، وهو يعرف أنه إمام ينظر الناس إليه ويقلدونه، ولذلك فهو يتوخى الحرص. فاحرص أنت أيضا على أن تكون في صحبته. هل انتهيت؟ ليس بعد. إن صحيح مسلم يورد كتابا خاصا بالمساجد به أكثر من 300 حديث. بالمكرر. المكرر به نقصات أو زيادات، لكن الكتاب جامع. أعرف هذا. وصحيح البخاري يورد أحكام المساجد ضمن كتاب الصلاة. ومسلم أورد أحاديث عن المساجد في كتاب الطهارة، رغم أن للمساجد كتابا كاملا. لكن في كتاب الصلاة في صحيح البخاري ستجد باب كراهة نوم الرجال في المسجد، وباب الشعر في المسجد، وباب الخلق في المسجد، وستجد كتابا عن الأذان منفردا. هذا تبويب رأى البخاري أن يرسمه هكذا، ورأى مسلم غير ذلك. بعامة، أحاديث الطهارة والوضوء والآذان وأحاديث الصلاة والمساجد متداخلة، لأنها ذات اتصال وثيق. ولاحظ أن أبا الحسين مسلم بن الحجاج أورد في صحيحه كتابا عن صلاة المسافرين وقصرها، وكتابا عن صلاة الجمعة، وكتابا عن صلاة الاستسقاء، وكتابا عن صلاة العيدين، وكتاب الجنائز، وكتاب الكسوف. أي أننا أمام 6 كتب عن الصلاة، هذا بالإضافة إلى كتب الطهارة والمساجد والوضوء والحيض. مسلم لم يترك سؤالا لسائل في هذا الركن من أركان الإسلام إلا وأجاب عليه باستفاضة. إلا وأورد الأحاديث التي تجيب عليه باستفاضة، هكذا تقال. نعم. ومع ذلك فإن الإمام يقول إنه لم يكتب كل ما صح له من حديث في هذا الموضوع. لمن ترك الباقي؟ إن وجهة نظر الشيخين البخاري ومسلم في هذا أنهما أرادا مختصرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسننه وأيامه، فالبخاري لم يدون في صحيحه كل ما يحفظ، وكذلك مسلم. والآن ألا تملي علي ما فاتني؟ اكتب. عن مسلم بن الحجاج، عن شيوخه، عن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله
ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. سأل عبيدك عنك، إنهم في غاية الدهشة لعدم دخولك المعبد حتى الآن. أبلغيهم تحيتي. أبلغهم تحيتك؟ ما هذا يا شاهق خاتون؟ عليك أن تزوري شعبك في معبده، عليك أن تحتفلي معهم بالسنة القمرية. كيف أدخل معبد النار؟ إن هذا يحل دمي. التقليد المتبع أن تحتفل الملكة الإلهة مع شعبها بالأعياد. نحتفل معا إذا ما تصبح الأرض لنا. تغضبين النار وآلهتها، تجعلين الناس تشك وتظن أنك تركت دين آبائك. وهذا حدث فعلا. مضطرة مجبرة هاربة من الموت. أما أن تكوني مسلمة كالمسلمين فهذا يضر قضيتنا. ماردة، إن لنا أسلوبين مختلفين ولكن القضية واحدة، فأنت تكيدين للإسلام والمسلمين بالمؤامرات وبالقتل. أؤدي هذا بإخلاص. أما أنا فغيرت أسلوبي، تزوجت فاستعدت ملك آبائي وأضفت إليه. وضحي أكثر. سأوضح لك ما فكرت فيه عندما أصل لخطة كاملة، ولكنني مقدما أقول لك إنني قد أطالبكم جميعا بالدخول في الإسلام. إن دخلنا في الإسلام جميعا تساوت رؤوسنا والحاكم، وسقطت عنا الجزية، ولم يعد لهم علينا شيء. إنهم يتسلطون على الناس لأن الناس لا تعبد الله. نحن نعبد النار. عبادة غير الله جهالة. هذه أقوال المسلمين. نترك النار، نخلع الجهل، نقف على قدم المساواة في الحقوق مع الغازي. أنت منهم، أحسست أنك منهم منذ تزوجته وأنجبت له. أنجبت لنفسي. عشقته، عشقته يا إلهة، وقعتي في الحب. لست إلهة يا غبية. أتتخلى النورانية عن مجدها من أجل حب؟ أتخضع من تنحني لها الرقاب من أجل رغبة؟ كف عن هذيانك المحموم والزمي الأدب. إما أن تعودي للناس أو أخلعك من قلوب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا حمزة الزيات عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، ثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة في دبر كل صلاة. أي تقول سبحان الله والحمد لله حتى 33 مرة، وتقول الله أكبر حتى 34 مرة. هذه لا تجعل أحدا يفضلك إلا من يقولها كما تقول. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يا أبا الحسين، يا أبا الحسين، حول قلعتي بضفة نهر سيحون أناس
لا يعرفون شيئا من أمر دينهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أريدك أن تسافر إليهم وتعلمهم. هذا واجب. ومتى تسافر؟ سنقوم ببعض الزيارات لبعض البلاد، ومنها ما حول قلعتك إن شاء الله. لا، قد جئت وكل أمل أن تسافر معي وأن تمضي وقت تعليمهم ضيفا علي. ومن معه؟ فللإمام أتباع لا يتركونه. الإمام ومريدوه ضيوفي من ساعة خروجهم من نيسابور وحتى عودتهم إليها. سنرتب أمورنا يا إبراهيم ونسعى إن شاء الله. شاهك خاتون، شاهك خاتون تغيرت كأنها ليست ابنة هذه الأرض ولا مالكة القلعة. امرأة أحبت. الحب طعام، غذاء كالغذاء، لا يدفع العاقل في سبيله ملكا. إنها الوحيدة المتبقية من السلالة الملكية. أنا هنا، الرأس الأكبر هنا، وله أن يثبت الملوك أو يخلعهم. خلعها يضعف قوتنا. سنبحث أمورنا ونخطط لها، لكن علينا أن نضع في الاعتبار أن شاهي خاتون ستقتل إذا وقفت للنار وكهنتها. لست أدري لماذا يصر أبي على سفري معه؟ إن سيدي القائد أعد ورتب للرحلة جيدا. ستسافرين لتقضي وقتا في قلعة سيحون، وسيكون الإمام مسلم ضيفا في الحل والترحال، أي أن تخطيط سيدي وراءه ما وراءه. إن الإمام لا يريد أن يتزوجني حتى لا يقال إنه طامع في مالي ومال أولاد القصر. يبتعد عن الشبهات. المال مقدور عليه، يمكن اعطاؤه لاخرين يتاجرون لنا فيه. اما ما يغضب حقا فهو خشيته من ان يقال اخذ من يريدها صاحبه. لا يريد ان يفسد ما بينه وبين صاحبه بسببك. ايتحكم صاحبه في؟ ايقرر رجل لا اريده ان كنت اتزوج هذا او ذاك؟ ايامرني ابو الحسين بشيء؟ أشكرك يا مسعود. اذهب إلى الخان واطلب من عبد الله أن يوافيني بما طلبت منه من ثياب. إن شاء الله أفعل. لا تطل الغيبة، فنحن في حاجة إليك هنا. سأحاول ألا أطيل، لكن للأصفار شروطها وفروضها يا أم مسلم. ستذهب للبلد الذي يحاول أن يرسل إليك من يقتلك، إنهم يظنون أن لهم ثأرا عند عمك وتدفعه أنت. جهالة. يعيشونها فكرا وعملا. ستكون بينهم، تأكل طعامهم وتشرب شرابهم، فاحذرهم يا بني. خذني معك أرعاك. ومن يرعى أم مسلم؟ لا يمكن أن أترك أمي وحدها في البيت. خذنا معك. لن أغادر بيتي ولن تغادريه، فمعظم الراحلين معه لن يأخذوا نساءهم. سيأخذ هرثمة ابنته، أما أنك تحاولين أن تزوجيها منه؟ ليته يرضى. يا أمي، لقد تحدثنا في هذا الأمر وانتهى. لماذا تهرب من الحديث معي؟ أنا لا أهرب من الحديث معك يا أم الحسين، ولكني تذكرت حديثا في التو وسأدونه إن شاء الله. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن بسر بن سعيد، وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
لماذا قبل ضيافة هرثمة؟ لماذا يسافر معه ويبقى ضيفا عليه هناك وهو يعلم تماما أن هرثمة سيأخذ بثينة معه؟ ولما لا يسافر؟ رفض الزواج منه، قال لن أتزوجها حفاظا على صديقي، وكان هذا رائعا، جعلني أعود لحلقة درسي. وأكرمته لأنك تتعلم منه. لا تسخر، إن سفر شيخك مسلم معه مرسوم بدقة ليعود من هناك وقد تزوجها. إن الدعوة مفتوحة للشيخ ومريديه، وستسافر معنا، وربما تعود من هناك وقد صرت أنت زوجا لها. لا، إن الدعوة مفتوحة لكل الناس إلا خالد. لماذا؟ إن الداعية هو الشيخ، وإن أراد خالد السفر كان له، وأرى أن يسافر حتى لا يبتعد كثيرا عن علومه. وإن منعني هرثمة؟ إن منعك امتنعنا. ما أظنه يمنعه، لكن المفروض أن يمنع خالد نفسه، لأنه غير مقبول لا من هرثمة ولا من بيت هرثمة. لماذا يثقل على محبيه بل وعلى نفسه؟ من قال إنها لا تريدني؟ من قال لكم هذا؟ سيحضر عدو لي ولكم، لنا عنده ثارات، وقد سبق وكلفت أشناس الفاشل به فلم ينجح. الرأس الأكبر يأمره بما نفعل. يا خالد، قالتها مرارا لكنك لا تريد أن تقر بما تسمع. دلال، ما تفعله دلال غواني. الدلال لا يستمر سنين. ستلين، الحصار سيجعلها تلين. حصارك هذا لها حرام، إن الرجال لا يطلبونها حتى لا تغضب، وإن فعل أحدهم أقمت الدنيا وأقعدتها حتى يبتعد. ماذا تقول يا عبد الله؟ إن كلامك غريب، أفعالك أغرب. لماذا تهاجمني؟ لأنك تطارد أم عمرو وتبذل جهدك لتمنع زواجها من أي طالب زواج. لأني أحبها. وهل يفرض الحب؟ أعرف فؤادها، كانت لي، عشت معها وعاشرتها. كرهتك من فرط ما أسأت إليها. إن بثينة لا تعرف الكراهية، إنها حب خالص. أنت لا ترى الشمس في رائعة النهار. سلوك غريب لرجل ترفضه امرأة يوميا منذ سنين، ورغم ذلك يصر أنها تحبه وتريده. إن للرجل كرامة يجب أن يحافظ عليها. ماذا تقول؟ لا تضع نفسك في غير موضعها يا رجل. إنه يظن أن هجومه علي يرضيها لأنه عاملها. أليس لها في هذه التجارة الكثير؟ أرأيت؟ إن خالد بن سعد مصر على فرض نفسه بأي أسلوب، وهذا والله إثم كبير. حط الرحالة هنا.